طلبت انضمام المالي اليو ديانج لاعب النادي الاهلي المعار الى الخلود السعودي. رايك ايه فيما قدمه مع الفريق الفتره السابقه؟ رايك ايه في ادائه بشكل عام؟ وديانج ديانج é um jogador de elite, é um jogador لعيب لعيب مميز جدا. هو يمكن سنه صغير ولكن في الملعب بشخصيته قوية جدا، مش مجرد ان هي شخصيته قوية، هو كمان جسمه قوي، لياقته البدنية عالية، واي فريق يتمنى يبقى عنده لعيب او بما يسمى الدبابة المالية. هو سهل في لعبه، طريقة نقله للكورة، طريقة تخلصه من الكورة برضو دي طريقة كويسة جدا، مش بس طريقة لعب كورة، لكن هو كل يوم بيثبت ان هو بيلعب بطريقة محترفة على سنه. انا شايف ان سن ديانج مناسب جدا مع فريق الخلود السعودي، لان وحاليا هو بيلعب كويس جدا، وانا شايف ان خبرته في نادي زي الاهلي كمان دي ظهرته اكتر. يمكن ديانج ما كانش معروف قوي وهو بيلعب في فريقه اللي قبل الاهلي، ولكن اي حد بيلعب في فرق كبيره، مثال زي الاهلي زي ما ديانج كان بيلعب في الفريق ده، بيظهر اكتر للعالم، بيظهر اكتر في بطولات، بيظهر اكتر او الضوء بيبقى دايما عليه اكتر. فبالنسبه لي كان اختيار موفق جدا وانا ما زلت مقتنع بيه. هل إمكانيات أليو ديانج تؤهله للعب في أحد الدوريات الأوروبية؟ طبعا ديانج يلعب في اي يعني اي 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 دوريات. يعني انا شايف ان ديانج ممكن يلعب في الفرق الاوروبيه كويس جدا، وهو بيقدر وهو جوه الملعب يفرض شخصيته. يعني بمجرد هو حاليا بدا في فرق افريقيه، مين عارف الايام اللي جايه ممكن نلاقيه في اي فرقه اوروبيه، لان انا شايف ان هو لعيب كبير، وشايف ان شخصيته ولعبه في الملعب يستحق ان هو يبقى ضمن فرق اوروبيه، وكمان وان هو كمان ياخد الخبره دي يعني.